السلام عليكم، يعطيك العافية. إن شاء الله اليوم راح نكون معكم في مراجعة سريعة على برنامج اللايت روم. حكينا سابقا أنه برنامج اللايت روم متخصص في معالجة الصور. طبعا في فرق بين برنامج اللايت روم والفوتوشوب في معالجة الصور. اللايت روم بنقدر عن طريقه أو من خلاله إنه نشتغل على الصور العادية اللي هي الجي بي جي، والصور اللي هي صيغة الرو. طبعا صيغة الرو انتو عارفين كيف ممكن احنا نشتغلها على الكاميرا، طبعا راح تكون الصورة بجودة عالية، وبالإضافة إلى سحب الألوان عن طريق الكاميرا حتى يتسنى لنا، ونقدر نشتغل تعديل لوني صحيح على برنامج اللايت روم أو عن طريق برنامج الفوتوشوب في اللي هو الكاميرا رو. بداية، هاي واجهة البرنامج زي ما شفنا مع بعض. هذه واجهة البرنامج، في عندي هان اللي هو اللايبرري، وفي عندي الديفلوب هان والماب والبوك والسلايد شو والبرنت والويب. بشكل أساسي إحنا راح نشتغل على اللايبراري والديفلوب. اللايبراري هنا عندنا ممكن احنا نعمل امبورت للصور، ونختار الصورة اللي بنشتغل عليها، بعدين ننتقل للديفلوب. في عندي اعدادات هان وقائمة اوامر بعدل على الصورة. في عندي الماب هان، طبعا بيديني انا الصورة اللي صورتها انا وين موقعها في الخريطة. البوك سؤال شوية بس، البوك هان بيعطيني عندي هان كيف أعمل جاليري لمجموعة الصور اللي أنا عدلت عليها. طبعا بيديني هان خصائص جاهزة، انه بضيف انا الصور الجاليري اللي انا بدي اشتغل عليه او عدلت عليه، وبعمل لي اياهم زي جاليري مطبوع. انا ممكن اصدره بي دي اف، يعني هاي ممكن انا اعمل اكسبورت بي دي اف وابعته لزبون مثال، انه هاي مثلا صوري او هاي اعمالي في التصوير. في عندنا هان سلايد شو، هذا ممكن احنا نضيف بعض شغلات على اللي هو الصور. في عندنا هان زي توقيع، تمام، وممكن نشتغل نعمل ك سلايد شو للصور. في عندنا هان مجموعة اعدادات ممكن نشتغل عليها، راح نشوف ان شاء الله مع بعض في المحاضرات الجاية. في عندنا برضو هان برنت لطباعة الصور. في عندي هان إعدادات ليفت رايت، بلف الصورة بعدل عليها زي ما بدي بالحجم اللي بدي إياه. أو في عندي هان برضو بيج سيت أب، أنا بتحكم في إعدادات البيج للطباعة. يعني ممكن يكون A4 أطبع أنا صورة A4. في عندي الويب كمان، أنا ممكن أشتغل صور مثلا لو كان عندي جاليري على الويب ويب سايت وحط فيه أعمالي، ممكن أنا أضيف أعمل مثلا زي جاليري، أو يعني أحول الصور تاعت أول الجاليري تاعي أحوله ل HTML، وممكن أنا أرفعه على الويب سايت تاعي. طبعا بنرجع لللايبراري، كيف نعمل ممكن كتالوج جديد انا اضيف فيه اللي هو شغلي واعمالي. لو رحنا على فايل، وفي عندنا كتبنا نيو كتالوج، ورحنا على ديسكتوب وكتبنا مثلا تعديل صور، تمام. لقيت انا كنت عامل كتالوج قبل هيك، او في كتالوج على اللايت روم. بعمل اسكيب ذيس تايم، بسكر البرنامج وبعاود يفتح، تمام. اي جاب لي اسم الكتالوج تحت هان كان،
ثواني. هي عندي واجهة البرنامج فتح جديد على كتالوج جديد. أنا ممكن أروح أعمل امبورت فوتو اند فيديو، وأعمل أي يعني عندي طريقة اللي هي أعمل امبورت للصور أكتبها، ممكن عن طريق هذه كنترول شيفت مع أي. ممكن أنا أروح أعمل امبورت، وأروح أحدد اللي هو وين مكان الصور اللي أنا بدي أشتغل عليها. تمام، لو رحت أنا على آد مثلا، آد ممكن يعني تجيب للصور، نختار آد تجيب للصور بدون ما أعمل نسخة، أعمل نسخة للي هي الصور اللي أنا استوردتها. يعني بمعنى إنه الصور اللي أنا استوردتها بروح بعدل عليها نفسها هي هي. في عندي الموف، هذا الموف ممكن يعدل على نفس الصور، يعني اد بيعدل على الصور من دون ما يعمل نسخة جديدة. يعني احنا بنصور عفوا بنصدر الصور باسم جديد خلص من دون ما يعمل نسخة. موف بعدل على نفس الصور، يعني لما نحفظ احنا بعدل على نفس الصور. الكوبي بياخد نسخة من الصورة وبعدل عليها. طبعا هذا احنا ممكن نستخدمها وممكن ما نستخدمهاش في شغلات ثانية. احنا ممكن نروح على اد ونعمل، طبعا نشوف وين حاطين احنا صور. لو روحنا على ديسكتوب ممكن نروح على سي، هاي ثواني نروح على الديسكتوب. لو رحنا مثلا سطح المكتب، هاي الديسكتوب طبعا بختار انا، ممكن اختار مجلد انا، اي ممكن مجلد صور، اي تعبين صور، مش مجلد. ممكن انا اروح اختار صور من الديسكتوب. هاي ممكن اعمل انا يكون مجموع الصور موجودة على الديسكتوب. ممكن اعمل انا تشيك اول، واختار مثلا اعمل تشيك للصورة هذه واعمل امبورت. طبعا بتجيني الصورة اللي انا اشتغلت عليها. تمام، هي الصورة. انا ممكن اروح على ديفلوب الان واشتغل تعديل على الصورة. طبعا في عندي هان الهيستوغرام، هذه ببين لي عندي اللي هو المناطق اللي فيها اضاءة زيادة. شايفين المناطق الحمراء هذا، انا ممكن ايش اسوي، اشتغل عليها هيك، اشتغل عليها هيك. تمام، او خلينا نروح للبيزك بيديني هو المناطق هذه انه فيها مشاكل في الاضاءة. لو رحت على الهايد، تمام، خففنا الايش الهايلايت، رفع شايفين لو زودت بين انه في اضاءة كتير. الهايلايت مثلا بخفف برفع لي اللي هو المناطق. ممكن يكون اللون ازرق احيانا، يكون في زرق، يكون في مناطق هذه عتمة شوية، بروح على الباك هان وبزيد ايش بزيد شوية في حال انه كان في مناطق زرقاء. طيب في عنا بعض ادوات هان في القائمة. لو رحنا على اداة الكروب، طبعا بعمل كروب للصورة يمين شمال فوق تحت. في عندي هنا انجل، ممكن اشتغل اوتو هان، شايفين عمل لي عدل لي اياها الصورة كانت مايلة شوية وعدل لي اياها. ممكن انا اعمل ريست هان ورجع لي الاعدادات زي ما كانت. انا بروح على الهايلايت وبأحذف او بخفف شوية. طيب في عنا الاداة هذه، طبعا في عنا اداة الزوم. لو انا بدي اعمل زوم، ممكن لو حطيت انا على الصورة حيبين اللي هي ايقونة الزوم واضغط ضغطة. لو رحت على الماوس انا ممكن احرك يمين شمال، لما تطلع لي اداة الكف ممكن اروح يمين شمال برضه. اوكي، ممكن اروح انا على كنترول مع زائد واعمل ايش واعمل زوم، كنترول مع زائد وكنترول مع ناقص على الكيبورد.
في عندنا ان فيكتور ها ممكن انا برضو اعمل، لو رحت رجعت ممكن انا اعمل على الصورة، لو رحت على فيت هاي جيب لي صورة فيت، لو رحت على فول بجيب لي اياها فول القائمة، ممكن انا اختار اللي هو 1-1 او 1-3 بعمل لي زوم على الصورة هاي فيت برجع لي اياها زي ما كان. تمام، في عندنا هن قائمة البريسيت، البريسيت هذه فيها اللي هو مؤثرات على الصور او نعتبرها 3. طبعا انا في شغلات جاهزة في البرنامج، ممكن انا لو ضغطت عليها، تمام شايفين كيف هاي الازرق هان ضيق عندي، لو رحت انا على الهايد لايت بخفف، وممكن انا الغي هاي الباكس واروح بخفف. في عندنا هان شغلات تانية، في انا انزل هان برضو مؤثرات، انا عاملها اضافة على البرنامج، الوان انا ممكن اشتغل عليها وممكن انا اعدلها، مش دائما تكون متطابقة او مش دائما تكون 100% على الصور. انا ممكن اعمل ريست هان، اعمل ريست طيب. خلينا نشوف الشغلات اللي احنا ممكن، هذه احنا حكينا ممكن نضيفها، ممكن احنا نروح نضيف بريسيتس موجود متوفر كتير على الانترنت، بريسيتس خاصة ببرنامج اللايت روم، بعمل امبورت وبضيف اللي هو البريسيتس اللي انا عملته وببدأ اشتغل عليه تعديل حسب الصورة تاعته. في عندنا الهوستري هان، في اللي هو السناب شوت، طبعا هان انا ممكن اعمل شوت صورة، ممكن عند هوستري انا هان ببين لي انا وين الشغلات اللي اشتغلت عليها، اذا انا بدي اوقف اصدر لهان مثلا، هي كانت قبل القص بعد القص، حط اشتغلت الهايلايت صغرت عملت امبورت، بضيف لي هان الشغلات اللي انا اشتغلت على الصورة، ممكن انا اوقف لعندها مثلا او اوقف لعندها او اشوف انا وين المنطقة اللي انا بدي اوقف عليها واروح اصدر الصورة زي ما بدي. في عندي ممكن انا اعمل كوبي برضو للتأثيرات واروح احددها، ممكن اعمل تشيك اول واعمل اوكي او اعمل كوبي واروح ايش صورة تانية واعمل بيست، بضيف لي اللي هو التأثيرات اللي انا ضفتها اللي اشتغلت عليها على الصورة، بضيف لي اياها على صورة جديدة. بامكاني برضو ممكن الشغلات هذه نعملها زي كيف تكون بريسيتس، يعني يضيفها على نعمل اللي هو الشغلات هذا اللي ضفتها انا على الصورة، نعمل تشيك اوت ونسميها مثلا اسم معين، مثلا طبيعة واعملها اوكي، او نسميها خليها بالانجليزي او نشوف نجرب بالعربي نشوف نقبلها. لو رحنا على بروسيس في الآخر لقينا أي طبيعة، تمام. فأنا ما ضفتش أنا تعديل كتير على الصورة، فمش راح يكون في تغيير لما أضغط عليها. ممكن نعمل ريست على الصورة ونرجعها زي ما كانت. طيب في عندي أنا أدوات، حكينا هان بنعمل كروب للصورة، فيها هان عندي سبوت ريموف، هذا ممكن انا اعدل بعض شغلات على الصورة، لو عملت زوم ممكن كمثال نجرب نشوف شغلات.
هذا فيش فيه الوجه كمثال، فيش فيه شغلات مثلا بدنا نحذفها. نشوف هان على الإيد، لو رحنا حددنا الإيد هان، أخذنا قطعة من هان مثلا ورحنا حددنا هاي، أخذنا من هان عفوا، هو بدنا نرجع نحط ريموف سبوت، ممكن ياخذ من هان، نعمل دون ونروح نرجع على الأداة. ممكن احنا نحدد تمام، أخذ من هان ونعمل دون تمام. لو رجعنا لورا تمام، ممكن الجزئية هذه برضو نشتغل عليها نحددها. لو نرجع الصورة هيك بكون عدلناها. في عندي أنا برضو اللي هي أيقونة العين الحمراء، طبعا خفيف جدا صار الناس كان زمان يصوروا على الكاميرات اللي هي ضعيفة أو جودتها أو مش احترافية، كاميرات عادية بيبينوا اللي هو الصور الشخصيات عينيها حمر، البب والعين بكون عينه حمراء فبأثر أو بتضرب الصورة. ممكن إحنا نتغلب عليه عن طريق الشغلات هذه. في عنا كمان اللي هي أيقونة، هذا ممكن أنا أضيف تأثير على الصورة. في حال أنا كنت بدي أعمل هان مثلا جريديان زي ماسك، إذا رحت سحبت هان تمام، ممكن أعمل أخفف الهايلايت مثلا، أشتغل يعني هي عملت أنا لون تحت أصفر، ممكن أخفف الهايلايت كمان. الباكس أصغر شوية وايت، ممكن أنا أشتغل على اللون هيك. عملت أنا جريدينت هان تعديل ألوان زي ماسك، بعدل عليه زي ما بدي. طبعا أنا ممكن أتحكم بالصورة هان في التنت، شايفين التغيير كله في الأسفل تمام. ممكن التم برضه أعدل عليه، مش إذا بدي أنا أخلي الصورة عندي حارة على صفار أو على زراق، هيك بخليها باردة، هيك بخليها حارة على صفار. طبعا بتحكم أنا في الإعدادات هان أو في الأوامر، بشوف إيش المناسب عندي، كيف أنا رؤيتي أو لون الصورة أو طابع الصورة اللي أنا بدي أشتغل عليها، وبلعب في الإعدادات. في عنا هان الريديال برضه، أنا ممكن أنا أي عملت ريست، برجع للهايلايت وبخففها، عفوا بدي أرجع برجع للبيزك وأخفف الهايلايت. في عندي أنا هان لطيفة، ممكن أنا أشتغل على قد اللي هو الجزئية هذه مثلا. لو بدي أنا أشتغل على الجزئية هذا، ممكن أنا أعمل الفيرس هان وأخلي الجزئية هذه بس، يعني ممكن أنا أشتغل عليها تعديل ألوان بس الوجه والرأس. ممكن أجيب الانفيرس، ممكن أشتغل على حوالين الماسك، واللي داخل الماسك مفيش عليه تأثير. طبعا ممكن أنا أصغر وأكبر زي ما بدي وأتحكم في الماسك. في عندي هان أداة اللي هو الفرشاية، هذا للتبييض اللي هو تنعيم الوجه. هذا ممكن الشغلات هذه نشتغلها على الفوتوشوب، يعني هنا ممكن احنا الجسم مثلا نشتغل عليه نبيضه نفتحه، في حال انه بدنا نفتح اللون
طبعا ممكن بإمكاننا نشتغل على عدادات. هان في عندي سايز تاعت اللي هي البرش الفيزر الفلو، هان ممكن أنا أشتغل على الإعدادات. طبعا ممكن أنا أشتغل برضو كولر، يديني هن ديني الكولر أبيض، ممكن أنا أشتغل أخليه لون تاني إذا أنا بدي أحدد. مثلا لو رحت حددت أحمر، حدد لي هان، حدد لي الألوان اللي أنا اشتغلت عليها باللون الأحمر، ممكن أنا أخليها أبيض، هيني حولها لأبيض. طبعا ممكن أنا أشتغل هان على التيمب وألعب في اللي هي الإعدادات. ممكن أنا أختار هان في عندي كلر وإعدادات برضه ممكن أنا أشتغل عليها. تمام. طبعا بإمكان أنا أي تغيير أنا حطيته على الصورة ممكن أنا أرجعه بضغطين على الزر، ممكن أنا ضغطين على الزر أرجعه زي ما كان. تمام. هذا شايفين بلعب أنا في اللي هو أداة الأدجستمنت براش، هذه بتضيف لي. أنا ممكن أعمل ريست وأرجع أروح اللي هو البيزك وأعمل هايلايت. هيك بشكل عام يعني مراجعة سريعة على هي إعدادات. في عندي أنا بإمكاني أنا أشتغل على الصورة برضو، أشوف التغيير تاعي. أشوف التغيير بتاع ايش اشتغل. ممكن هم برضو التعديلات اشوفها قبل وبعد. تمام. ممكن انا اعملها فول برضو، ممكن هم اعمل اللي هو اسحب الصورة واشوف قبل وبعد. ممكن هم الاتجاهات برضو اقلبها يمين شمال وعكس اللي هو الافتر والبيفور. هذا بشكل عام ممكن أنا أشتغل على البرنامج وأعدل بطريقة بسيطة على الصور. طبعا في عندي أنا هان طريق لو بدي أصدر أنا الصورة، في عندي هان لو ضغطت على فايل وعملت إكسبورت، في هان الإكسبورت راح يكون على الديسكتوب. تمام. الفولدر راح يكون عن اسمه يونت ليد اكسبورت، راح يحط يرجع اي اسم الصورة. فيها عندنا برضو جي بي جي الكواليتي، ممكن احنا نخليها 100 فول عشان يصدر الصورة بجودة عالية. في عندنا برضو هان لو بدنا نحط برضو، لو رحنا على مثلا على الماركر وضفنا ماركر، ممكن هان اللي هو الووتر ماركر يعني زي علامة مائية، نحط على هاي إيديت ووتر ماركر. ممكن احنا على سطح المكتب نعمل استيراد لشعار كمثال ونضيفه على الصورة. ممكن هان نكتب مثلا اسم، مثلا تصوير، مثلا كتوقيع. انا ممكن انا لو بسيت مثلا اخفف منه الستايل بتاع اللي هو الصورة. ممكن انا اغير النص، ممكن اختار انا شعار من برا كمثال، يفضل يكون بي ان جي. ايوه تمام. وممكن انا اكبر واصغر زي ما بدي. ممكن أعمل سيف، بخلي لبس نيم هاي 111 عشان أحفظه اللي هو الوتر ماركر، وأعمل إكسبورت. يقول لي إنه في على الفولدر
نفس الاسم هذا، ممكن أعمل أخليه يستخدم اللي هو نفس الاسم، وأروح أشوف سطح المكتب، هاي نفس الاسم استخدم، هاي صورة بدون توقيع، نشوف الصورة الثانية، هاي صورة بتوقيع. هيك ممكن احنا نصدر الصورة على البرنامج. طبعا